السلام عليكم، معكم محمود من قناة ترو لايف، وحلقة جديدة بتناول فيها موضوع جديد. النهاردة هوريك عالم المال في أوكرانيا. عالم المال، انت ممكن تشتغل في الفوركس، ممكن تشتغل في تجارة الألبان أو في منتجات الألبان، ممكن تشتغل في تجارة اللحوم، ممكن في تجارة الملابس، ممكن في تجارة العقارات، ممكن في تجارة الأراضي والأراضي الزراعية، ممكن في المحاصيل وتجارتها، ممكن زي ما قلت برضو في حلقة سابقة عن تجارة المخازن، ثقافة المخازن، قلت برضو ايه ممكن عند بعض الناس فمش جديد عليكم فتبقى حاجة تجيب المال. وكل المشروعات اللي انا قلتها دي ممكن اتناول حلقات منفصلة عنها نتكلم فيها زي ما احنا عايزين. في تجارات كتيرة مربحة وشغالة باستمرار في روسيا وفي اوكرانيا، واحنا بنتكلم النهاردة عن اوكرانيا. فتعالوا نشوف بعض الاموال او الفلوس اللي انا املكها انا شخصيا من اوكرانيا. ممكن هي مش كتير، لكن اعتقد ان هي في ناس كتير ما شفتهاش قبل كده. يلا نشوف مع بعض. على فكرة مش كلها اموال، في منها اللي هنشوفه اول حاجة الكوين بتاع المتر. هنبدأ باول عملة نشوفها قدام الكاميرا كده عن قرب، ده الجيتون او الكوين بتاع المترو زمان بتاع كييف، مكتوب كييف اهو زي ما احنا شايفين. واضح اهو. وده واحد تاني شكله مختلف شوية. لونه اغمق. واضح الفرق. نشوف كده. الاثنين واحد، بس يعني واحد غامق والتاني فاتح. يعني هم اللي معانا دلوقتي ثلاث الوان. بس طبعا ده طبقا للاستخدام، يعني ما استخدمه كتير. والله ما اعرفش هم مطلعينهم باللون ده ولا ايه، ثلاث الوان مختلفة. في العملة دي وان جريفن، اودين جريفن هريفن. شوف عن قرب. اوكرانيا ده ما تم سبكه سنة 2001. اودين هريفن. العملة اللي بعد كده معانا الخمسة كابيكا. اظن واضح هنا. عملة قديمة اهي، مش قديمة اوي، 50 كابيكا. مش عارف باين كده بقى ولا كده احسن. حاجة لطيفة جدا. طبعا مش لازم نسيب الحلقة تخلص من غير ما اوريكو الكابيك الواحد مليم او قرش بس اوكراني اهو. وده من وشه. كده باين احسن. ده العشرة كابيك. زي ما بقول لكم يعتبر حديث نسبيا، عشان بس ايه ما نجيبش كله قديم. تنويع برضه 10 كابيك. وده ال25 كابيك. طبعا النهاردة مش بنوريكم العملات الجديدة الحديثة، لا بوريكم حاجات اثرية، اللي هو مش اثرية قوي يعني بس قديمة شوية، اللي هو ممكن ما تلاقيهاش دلوقتي.
او غالبا 90% مش هتلاقيها دلوقتي وما بتستخدمش، لان ال 25 جنيه بتعمل 1 دولار. العملة دي ممكن ناس كتير تكون عارفاها وناس اكتر مش عارفينها. 10 10 ايه دول؟ نشوف وشها. ايوه كده وضحت. كده وضحت اكتر. تخيلوا ان دي كالندر اشتريتها او تقويم اشتريته من اوكرانيا سنة 2010 وما استخدمتوش خالص، وفضل موجود عندي. شوفوا ظريف ازاي. ولقيت كمان الرسيت اللي انا اشتريته بيه كان ب 30 جريفن. وبالكالندر بننهي الحلقة. نشوفكم على خير، في حفظ الله، السلام عليكم.